يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار القاهرة اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم فور عودتها من الجابون عقب المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. يأتي استقبال الرئيس لبعثة المنتخب تكريما على الإنجاز الذي حققته خلال المباريات التي خاضها المنتخب المصري في البطولة الإفريقية وحصوله على المركز الثاني. هذا ينضم إلينا هاتفيا مراسلنا إبراهيم عزت من داخل مطار القاهرة. إبراهيم أهلا بك، وكيف تبدو الأجواء في أثناء استقبال المنتخب المصري العائد من الجابون اليوم؟ تحياتي حساني، برحب بيك من هنا من مطار القاهرة الدولية، حيث ينتظر المصريين وصول بعثة الفراعنة عقب حصولهم على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية. دعني أصف لك المشهد هنا في مطار القاهرة، يعني بدأ أن يتوافد بعض مشجعي الساحرة المستديرة هنا لاستقبال بعثة المنتخب الوطني. ساعة واحدة تفصلنا عن هبوط طائرة بعثة المنتخب الوطني، في تمام الساعة الواحدة ظهرا ستصل طائرة البعثة المصرية الآتية من الجابون، وصباح اليوم تم وصول عدد 3 طائرات. كانت أولى هذه الطائرات يقلها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والتي وصلت في تمام 8 صباحا بصحبة عدد من مشجعي كرة القدم الذين ذهبوا بالأمس لمؤازرة ومشاركة المنتخب المصري في الجابون. كما أشرت في فحوى الخبر، هناك استعدادات كبرى بتقام لاستقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني هنا في مطار القاهرة، وهناك أيضا الآن في طريقي للدخول للصالة المخصصة حيث وصول بعثة المنتخب، فهناك معلومة أن سيكون هناك حفل استقبالي سيحضره بالتأكيد سيادة الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وسنوافيكم في الخدمات الإخبارية الأخرى بكل ما هو جديد هنا من مطار القاهرة حيث وصول بعثة الفراعنة. نعم، يعني إبراهيم الاستعدادات يعني متواصلة الآن لاستقبال بعثة المنتخب الوطني ومراسم الاستقبال في هذه اللحظات، كيف تبدو أيضا الجماهير التي تحتشد لاستقبال المنتخب المصري؟ نعم، ربما الوضع هادئ، ولكن هناك عدد من الجماهير وصلوا بالفعل في الساعات الأولى صباح اليوم وما زالوا متواجدون هنا أمام الصالة الموسمية حيث وصول بعثة المنتخب الوطني، حاملين الأعلام المصرية مرددين بعض الهتافات المشجعة والمؤازرة لبعثة المنتخب الوطني، وأيضا الأغاني الوطنية التي يتم إنشادها وترديدها هنا في مطار القاهرة. لكن بعد وصول البعثة التي من المقرر كما تحدثت إبراهيم معنا سوف تصل إن شاء الله بعد ساعة من الآن، هل هناك فعاليات أو يعني احتفالية سوف تنظم؟ بمعنى يعني هذا اليوم محدد له كيف سوف يكون؟ لم يكن ما يعني لم تصل لي معلومة إلى الآن بخصوص هذا الموضوع، ولكن الاستقبال سيكون في مكان مخصص بغير هذا المكان، وهو المكان المخصص لرئاسة الجمهورية حيث يستقبل سيادة الرئيس الزعماء وكبار رجال الدولة. ولكن أنا الآن متواجد في المكان المخصص لوصول البعثة. حول فعاليات الوصول وفعاليات تنظيم الوصول، الآن في طريقي كما أشرت حساني لهذا المكان، سأعرف المزيد والمزيد حول استقبال بعثة الفراعنة. كيف تبدو وسائل الإعلام؟ أكيد هناك وسائل إعلام يعني وخاصة فيما يتعلق بوسائل الإعلام التي تهتم بالملف الرياضي أو مندوب الصحف ووسائل الإعلام الرياضيون، هل وصلوا جميعهم أم أيضا أما وصولهم يتتالى بعد ذلك؟ نعم، يعني ليس فقط الإعلام الرياضي، ولكن هناك عدد من القنوات الفضائية والصحف اليومية جاءت لاستقبال بعثة المنتخب الوطني، وبالتأكيد أعداد كبيرة من القنوات الفضائية والصحافة المتواجدة ليس فقط من الآن ولكن من الصباح الباكر. دعني أقول لك، جاءت معلومة غير مؤكدة بالأمس وتواردت في بعض وسائل الإعلام أن بعثة المنتخب ستصل في تمام 10، وهذه المعلومة غير صحيحة، وبناء عليه أتى إلى هنا وسائل إعلام كثيرة لاستقبال
المنتخب الوطني. أما الآن نحن ساعة تفصلنا عن هبوط طائرة مصر للطيران التي تقل منتخب الفراعنة عقب عودته من الجابون حسانو. طيب إبراهيم، يعني مع ذلك الفوز بالحصول على المركز الثاني، كان هناك توقع بأن تأتي بعثة المنتخب حاملة كأس البطولة، لكن على الرغم من ذلك يعني المركز الثاني مهم في هذه اللحظات. كيف يبدو إذن شعور الجماهير بعد حصول مصر على المركز الثاني سريعا بعد الكاميرون؟ نعم، تحدثت مع بعض الحضور هنا في مطار القاهرة حول هذه النقطة بالتحديد، والكثير يقول أننا لم نكن نحلم أو لم يكن في مخيلتنا أن نصل إلى نهائي ونتابع كأس الأمم الأفريقية بالأمس الذي شارك فيه منتخبنا الوطني. فهذه المرحلة التي وصل إليها المنتخب الوطني، هذا تحدث لي بعض الأفراد أن احنا ما كناش متصورين أن احنا نوصل لكده، فوصلنا لهذه المرحلة. فإذا جاء إلى هنا ليشكر المنتخب الوطني للوصول إلى هذه المرحلة في هذه التصفيات الهامة في القارة الذهبية. أشكرك زميلي إبراهيم عزيز، كنت معي من مطار القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا.